ما زالت المبادلات الاقتصادية بين المغرب وتونس ضعيفة، بل أكثر من ذلك لا تتطور. وضع البلدان سنة 2015 هدفاً هو بلوغ 500 مليون دولار كحجم للمبادلات في أفق 2020، لكن الأرقام ما زالت مخيبة، حيث بلغت المبادلات التجارية فقط 830 مليون دينار سنة 2017. من بين الإشكاليات اليوم مثلا ماشي نقل بحري ما بين معناتها ديريكت كي نقول مباشر ما بين البلدين، فما أكثر معناتها ربما يلزم أعمال نقوم بها خاصة مع رجال ونساء الأعمال، قطاع مكونات السيارات أو مكونات الطائرات، قطاع الصناعة الصيدلية، قطاعات التكنولوجيا أو السياحة، هذه مجالات كبرى يمكن أن نشتغل مع الجانب المغربي، أن يكون القطاع الخاص من الجانبين يشتغل على مبادرات حقيقية وواقعية. المغرب هو ثالث شريك اقتصادي لتونس في المحيطين المغاربي والعربي، لذلك نظمت السفارة المغربية بالشراكة مع جمعية قدماء خريجي الجامعات المغربية ندوة بعنوان المبادلات الاقتصادية بين المغرب وتونس المعيقات والآفاق، في وضع جهوي موسوم بعطوبية للبناء والاندماج الاقتصادي المغاربي يبدو ملحا الآن. على المغرب وتونس بأن يستكشف سبل جديدة ويبتدع مقاربات جديدة حتى يدعم اندماجهما الاقتصادي الثنائي. لاحظنا شوية فتور في مخص العلاقات هذه في جميع المستويات، ربما الدبلوماسية تبقى أمور سياسية، لكن ما بقي يهم الشعبين هم الأمور التجارية الاقتصادية. لم تتجاوز التجارة البينية نسبة 3% من إجمالي مبادلات البلدين الخارجية، ويميل العجز التجاري نحو المغرب. كيف يمكن تحويل التقارب الكبير بين البلدين إلى شراكة اقتصادية متطورة؟ هو السؤال المحير للفاعلين الاقتصاديين في المغرب وتونس، وفي غياب مبادرات فاعلة سيبقى السؤال ذاته والحيرة نفسها. فتح الفلحي، قناة ميديان تيفي، تونس.